أعتقد إن يوم مهم ومهم جدا جدا جدا. إحنا دايما في أول جمعة في شهر إبريل بنحتفل بمناسبة غالية، هي يوم اليتيم. المولى عز وجل بيقول في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله بيعلم. رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام بيقول في حديثه الشريف: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. بالتأكيد كمان في الدين المسيحي وفي كل الأديان وكل القيم الإنسانية فيها الكثير والكثير بخصوص الإحسان للأيتام. مفيش بالتأكيد أكبر من كل هذه الآيات والمآثر والحديث دلالة على المكانة والمنزلة اللي بيحظى بيها يعني الطفل اليتيم عند المولى عز وجل وعند رسول الإنسانية سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وهو نفسه كان يتيم، فقد أبوه قبل ما يتولد وفقد أمه رحمة الله عليها وهو عنده 6 سنين. منزلة بتدعو دايما. وعلى فكرة الكلام كمان مش بيتكلم بس عن منزلة اليتيم، بيتكلم أكتر عن منزلة اللي بيدعم اليتيم، اللي بيساعد اليتيم، اللي بيكفل اليتيم. وده يعني ما كلنا نقدر ان احنا نظفر بالمكان العظيم ده. فكرة رعاية اليتيم والأيتام وتلبية احتياجاتهم وتقديم كل أشكال الرعاية لهم. وقبل دوت ودوت، المسألة ما هيش عملية مادية، هي المسألة هي تعويضهم عن اللي فقدوه، اللي فقدوه كبير، حب وحنان أب أو أم. يعني دي حاجة ما تتعوضش، لكن اللي نقدر إن احنا نساعد بيه حاجات كتيرة نسد ولو جزء بسيط من الفراغ العظيم ده. أعتقد إن الاهتمام باليتيم مش يوم، مش معنى إن احنا عاملين يوم اليتيم إن احنا ننسى اليتيم بقية السنة. المسألة هي مسألة إن زي كل حاجة حلوة في حياتنا وحاجة مهمة في حياتنا لازم نفكر نفسنا. بالتأكيد لما نعمل يوم لليتيم ده عيد له ولينا احنا كمان، لازم كلنا نشارك ولو بإن احنا نرسم بسمة على وش طفل في اللي حوالينا في أي مكان، بالمعاملة الطيبة على فكرة. حتى لو الواحد ما يقدرش إن هو يساعد ماليا أو إن هو يعمل يجيب هدية أو يجيب حاجة حلوة أو غيره، يعني حتى الكلمة الطيبة والإحسان بحاجات كتيرة جدا. بالتأكيد محتاجين مننا كل أشكال الرعاية والاهتمام. خلينا نقول كمان إن فكرة الاحتفال بقى بيوم اليتيم دي فكرة مصرية خالصة، انطلقت سنة 2003 لما اقترح واحد متطوع عادي في إحدى الجمعيات الخيرية تخصيص يوم للاحتفال باليتيم والسؤال عنه وإدخال الفرحة على قلبه. الهدف الرئيسي لليوم دوت هو التركيز على احتياجاتهم العاطفية والإنسانية ومشاعرهم، لفت انتباه العالم ليهم وأي حاجة ممكن يعوزوها أو يحتاجوها. وبالفعل الفكرة لقت دعم كبير من شخصيات عامة ومن حتى وزارة التضامن الاجتماعي. في سنة 2006 صدر قرار رسمي بإقامة يوم عربي لليتيم من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته 26.